ينضم إلينا من غزة الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. دكتور بشار، أسعد الله مساءكم بكل الخير، وجهودكم كبيرة جدا إذن منذ بداية هذه الحرب في إيصال المساعدات لمستحقيها في القطاع بشكل عام. ولكن بداية دعني أتحدث معك عن الواقع الصحي في القطاع والتحذيرات من كارثة إنسانية حقيقية جراء عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. يعني حيث أنت، كيف يمكن وصف القطاع الصحي؟ طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للواقع الصحي في غزة، يعني واقع كارثي في جميع المستشفيات الحكومية والمستشفيات غير الحكومية. هل في حتى هذه اللحظة وصل إلى المستشفيات أكثر من 10,000 إصابة؟ 10,000 إصابة يعني معدل تقريبا 1,000 إصابة كل يوم على مدار العشر أيام من الحرب. بدأت الحرب يوم السبت، ثلاثة كانت في أعياد عند الإسرائيليين، جميع المعابر كانت مغلقة، ومنذ اليوم الأول تم قطع جميع خطوط الإمداد والكهرباء من إسرائيل التي تمد قطاع غزة. كان العجز تقريبا 80% عجز بواقع 20 ساعة قطع. الآن نتحدث عن قطع كامل للكهرباء، 24 ساعة متواصلة قطع، وجميع المستشفيات تعتمد فقط على المولدات الكهربائية. منذ اليوم الأول جميع معابر قطاع غزة مغلقة. نحن يعني أبلغنا الجميع أن كمية المحروقات الموجودة في المستشفيات قد لا تكفي لتشغيل المستشفيات إلا لمدة أسبوع. أيوة حبيبي، الغد صحيح؟ نعم، أسمعك جيدا دكتور بشار، تفضل نستمع وننصت لك لهذه المعاناة التي تذكر. نعم تفضل. نعم دكتور بشار، إذا تتحدث عن واقع كارثي، لكن ما البديل الآن أمام سكان قطاع غزة؟ ما البديل أمام المستشفيات؟ وهذا أمر يعني غاية في الصعوبة تخيله، يعني مستشفيات لا يوجد بها وقود، لا يوجد بها كهرباء، لا يوجد بها ماء، كيف يمكن أن تعمل هذه المستشفيات الآن؟ تمام، كويس. تسمعني الآن دكتور؟ يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع دكتور بشار. طبعا نعلم أنه شبكات الاتصالات يعني صعب التواصل من خلالها في قطاع غزة بعد استهداف شركة الاتصالات، وأيضا انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من محطات التقوية لشبكات الاتصالات والإنترنت. أيضا نتحدث إذن مشاهدينا في ظل هذا الوضع الصعب إنسانيا وصحيا، حالة يرثى لها، نداءات عربية ودولية من أجل إغاثة أهالي قطاع غزة. نعود مجددا لدكتور بشار إمراد. دكتور بشار، يعني وصفت الوضع الصحي في القطاع في قطاع غزة وكارثة، نحن مقبلون على كارثة خلال الساعات المقبلة لو لم يتم إدخال المواد اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وأيضا الماء والغذاء والمستهلكات والمستلزمات الطبية. لكن ما البدائل الآن؟ هل هناك بدائل لدى الهلال الأحمر الفلسطيني؟ هل تتواصلون مع الصليب الأحمر؟ المستودعات الآن الخاصة بالهلال الأحمر الفلسطيني كم بها من مستهلكات ومستلزمات يمكن أن تغطي عجز حتى لو بالقليل لوزارة الصحة في غزة؟ طبعا للأسف ما هو موجود في المخازن التابعة لجمعية الأحمر الفلسطيني تم استنزافها منذ اليوم الأول. يعني لم يكن لدينا أي معلومة عن التصعيد الأخير، لم نكن مستعدين لهكذا تصعيد. حتى عدد الشهداء والإصابات ساقط عدد شهداء 2014، حرب 2014 التي استمرت أكثر من 51 يوم. نحن نتحدث خلال 10 أيام عدد الشهداء والإصابات فقط حرب 2014. ولكن المفارقة الكبيرة أنه في حرب 2014 هناك كانت ممرات إنسانية من جمهورية مصر العربية، كان هناك سيارات إسعاف تدخل إلى غزة ويتم تحويل الحالات الخطيرة إلى جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ممر آمن إنساني آمن تم إدخال جميع الاحتياجات الطبية والإغاثية. ولكن في هذه الحرب هناك يعني
لا وجود طوق وحصار كامل. حتى جمهورية يعني معلوماتنا دقيقة أن جمهورية مصر العربية هي فاتحة للمعبر، ولكن ما قام به الجيش الإسرائيلي هو قصف المعبر من الطرف الفلسطيني ودمر البنية التحتية. والآن مستحيل أن تتحرك أي سيارة من غزة إلا إلى جمهورية مصر العربية إلا بعد تسوية المكان وإعادة ترميمه. يعني حتى هذه يعني اللحظة المعلومات تصلنا أنه الجيش الإسرائيلي هدد باستهداف أي قافلة قد تدخل من مصر إلى غزة، وهذا أمر خطير جدا. هذه جريمة حرب، العقاب الجماعي. نحن نتحدث عن أبسط الأشياء مثل الماء، الغذاء، مواد طبية. أنا لا أفهم يعني لماذا يتم معاقبة المدنيين. يعني حتى طبيعة الحرب الآن هي عملية استهداف للمباني المدنية دون سابق انذار، يقوم بقصف هذه المباني بقنابل شديدة الانفجار. يعني عدد الشهداء وما بين الأطفال والنساء فاق 60% من الشهداء. يعني هذا يدل على أنه هناك عدم احترام للقانون الدولي الإنساني، عدم احترام لاتفاقية جنيف. الإسرائيليين يعني في هذه الحرب ضربوا بعرض الحائط جميع القوانين، وللأسف هناك دعم حتى هذه اللحظة من الدول الأوروبية لحق إسرائيل الدفاع عن النفس. هذا ليس دفاع عن النفس، هذه جرائم حرب ترتكب الآن في غزة. تمام. أمام جرائم الحرب هذه دكتور، هل تتواصلون مع المؤسسة الدولية التي تتحدث دائما عن حمايتها وحرصها على احترام مبادئ حقوق الإنسان، على احترام الاتفاقيات الدولية؟ ماذا يقولون لكم وأنتم ترسلون لهم بكل تأكيد تقارير الاستجابة ربما بشكل يومي، سواء كان للصليب الأحمر أو غيرها من المنظمات الدولية؟ للأسف طبعا من اليوم الأول والصليب الأحمر أوقف جميع خدماته في قطاع غزة، حتى أنه يعني أغلق المكتب الرئيس في مدينة غزة وانتقل إلى مكان في رفح. نحن نقوم بالفعل بمحاولة التنسيق عبر الصليب الأحمر لفتح ممرات إنسانية، للتنسيق لإخلاء الجرحى والشهداء من بعض الأماكن الخطيرة، ولكن للأسف أبلغنا الصليب أنه جميع خطوط الاتصال ما بين الصليب الأحمر ودولة الاحتلال هي مقطوعة. الإسرائيليين أبلغوهم لا يوجد أي تنسيق مع الصليب. هذه لأول مرة يحدث مثل هكذا أمر. بالإضافة إلى المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، هناك شحنات أدوية وصلت من مخازن المنظمة الصحة العالمية من دبي إلى جمهورية مصر العربية، والآن هي موجودة بالطرف المصري، ونحن بانتظار القرار الإسرائيلي لإدخال هذه المواد إلى قطاع غزة. من يتحكم الآن بالأمر هي إسرائيل. لا دور لأي منظمة دولية على الأرض. يعني لا نعلم لماذا التعامل بازدواجية عندما ننظر إلى أوكرانيا، كيف يتعاملون مع أوكرانيا، جزء من أوكرانيا تحتل ودعم من الدول الأوروبية. نعم دكتور، ما الملح الآن في دقيقة من مساعدات تريدونها في قطاع غزة على وجه السرعة؟ يا أخي غزة، المياه في غزة، المياه الجوفية 95% من مياه غزة غير صالحة للشرب. الآن جميع محطات المياه، محطات التحلية توقفت عن العمل. جميع أهالي غزة الآن يشربون مياه ملوثة، لا يوجد غذاء، لا يوجد دواء، لا يوجد محروقات. يعني كارثة بمعنى الكلمة. جميع مقومات الحياة الآن، يعني غزة بحاجة لكل شيء الآن، كل شيء من بداية من الماء إلى الغذاء. وأول شيء هي الحماية، حماية المدنيين من هذا، من هذه الهمجية ووقف الحرب. نعم أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لكم التوفيق والسلامة، وخلال الساعات المقبلة نسمع أخبارا جيدة بخصوص دخول مساعدات إنسانية من جمهورية مصر العربية. دكتور بشار مراد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.